أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة هطلت خلال اليومين الماضيين على محافظة عدن جنوبي البلاد نتيجة عودة المنخفض الجوي الذي يتواجد في السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية الرياح القوية والأمطار تسببت في سقوط أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية العملاقة في حين قطعت شوارع عدد من المديريات وتوقفت حركة السير لساعات كما تسبب سقوط عمود إنارة في خط الطريق البحري الرابط بين مديرية المنصورة ومديريات خور مكسر والمعلى وصيرة في قطع الطريق وتوقف حركة المركبات بشكل تام. فرق الدفاع المدني بمديرية التواهي حذرت ساكني المنازل المساخمة للبحر بضروره اخلاء منازلهم في ظل مخاوف من ارتفاع منسوب البحر نتيجه استمرار هطول الامطار، فيما وجهت وزاره الصحه برفع حاله الطوارئ في المستشفيات تحسبا لحدوث اي كوارث بسبب تعرض السواحل الجنوبيه لمنخفض جوي مصحوب بامطار غزيره ورياح شديده خاصه على محافظتي حضرموت وعدن. مركز الارصاد الجوي بمدينه عدن توقع استمرار تساقط الامطار على مدينه عدن خلال الايام القادمه مع تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة التي شكلت سحب ركامية رعدية جنوب بحر العرب الأمر الذي سيمكنها من تشكيل امتداد الرطب وتغذية للأجواء على مناطق خليج عدن ورفدها بأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية المركز دعا إلى التهيئة والاستعداد لأي طارئ بسبب تطور الأجواء ونشوء حالة مدارية خلال الأيام المقبلة تحديدا على مناطق مثل ابيا وعدن كامتداد اضطراب مداري وعدم المجازفه والعبور في الوديان والشعاب تجنبا للسيول كما شدد على الصيادين توخي الحذر عند النزول للبحر بسبب الاضطرابات البحريه الشديده التي قد تصاحب الحاله المداريه